السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث فيديو لينا. دونك في الفيديو هذي باش نكملوا كالعادة السيري نتاعنا نتاع Let's Solve Together، وباش نخدموا كالعادة على الجونيور ترينينج شيت. دونك جاني ساعة قبل كل شيء فيدباك على الفيديو اللي قبلها بالضبط. It was pretty long، دونك فما حاجات دي شانجمون باش نعملوهم وجوست باش نحكيهم فيسع فيسع قبل ما نتعديو للسكشن الجاي. دونك بالنسبة للتقسيم تاعنا جينيرالمون يكون معناها فما reading time وفما thinking time وفما coding time. باه فما part من البارت مش باش نليمينيها totalement من الفيديو، مي باش نعملها time lapse باش نزرب فيها شوية، خاطر it's kinda useless انك مثلا تبع معي سورتو coding time، ولكن بعد ما نكمل coding ونعمل submit متاعنا قاعدين باش نعمل analyzing للsolution اللي خدمتها يعني. دونك I guess البارت هذيك باش نزيدو نصغرو فيها شوية باش نجمو نقصو في اللانت متاع الفيديوز متاعنا. سينو أول حاجة تو باش نعملوها باش نتعديو باش نعملو الفيلينغ متاع البريفيس داتا متاع البروبليم اللي خدمناها اللي قبل اللي هي أنتون أندانك. دونك باش نعبيو الكاز اللي في الشيت هذيك وباش نعملو انتروداكشن للبروبليم اللي باش نبداوها جاي. دونك without further introduction let's get into it. So, كما قلنا في الـ previous section، دونك أول حاجة باش نعملوها we are going to fill الـ data متاع الـ problem اللي بديناها المرة اللي فاتت. باهي، بالنسبة للـ problem اللي خدمناها المرة اللي فاتت، دونك it's accepted from the first attempt، دونك ناخدين عليها accepted وبعثنا مرة بركة submit. باهي، بالنسبة للـ reading time كان زوز دقايق، كان تتذكروا معناها تنجموا ترجعوا وتشوفوا تلقاوهم زوز دقايق بالضبط. باهي، دونك هذيا حاجتنا كالكولاتريس فيها، دونك نحلو كالكولاتر، باش نجيبو لهنا باش نجمو نطبقو. باهي، دونك لنا، اش قلنا نحن؟ قلنا الـ value متاع seconds لازمنا نردوها على interval متاع 100، دونك لازمنا نعملو هكا 60، لا كيتو 100 على 60، الـ values الكل نضربوهم في ذات number. For example عندنا هنا دقيقة 37 سكوندة اللي هي thinking time، دونك 37 سكوندة باش نضربوها في النمبر هذاك باش تطلع 61.66، دونك باش نعملها roundness ل 62، دونك نعملو هاكا 1.62. من بعد عندنا الكودينغ تايم كان 13.02، دونك 02 هذيكا باش نضربوها في 1.2، دونك تطلع 3.3 راوندنس باش نطيح اللوطة، دونك باش تطلع 3 13.3، والديباك تايم سي 0 خاطر ما هو تبع ثينكينغ تايم اما 0. باهي، دونك لنا يطلع اوفرول 16.92 واللي هي ابوبري جي في زون 16 دقيقة 57 ثانية 56 ثانية. باهي، that's good. problem level I guess it's 2 by yourself. yes. oh I guess it's implementation زادا. باه، دونك البروبلم مش نخدمها اليوم مش تكون بارن بيج براذر، خاطر ديجا كيف شفت الشانل متاعي نلقى راحي ديجا خدمها، اما ستيل باش نعمل عليها تشيك، يعني باش نلقى راحي ما خدمتش نفس الايديا بالضبط. جست يمكن تنفسرها في النكست فيديو، معناها ناخذوا بارتي صغيره على الاخر نقولوا شنو عملت ديفيرون بارابور للفيديو اللي ريكوردد 2 years ago. باه سينو البروبليم باش نخدموا عليها هي تيم، دونك كالعاده اللي يحب توا يمشي بوزي الفيديو يحاول يقراها وحده. سينو وي غونا سيت اب اور انفايرمنت ونبداو ديريكتومون ريدينغ تايم افتر ذيس سيكشن ويجرب يفهمها وحده. He did that. هنا نتاو مع بعضنا باش نبداو نقراو البروبليم كالعادة. I covered the problem. I don't sneak. I don't start reading by myself. Donc let's get into it. So the problem اللي باش نقراوها اليوم اسمها team. One day three best friends Petya, Vasya and Tonya decided to form a team and take part of programming contest. Participants are usually offered several problems during programming contest. Long before the start, the friends decided that they will implement a problem if at least two of them are sure about the solution. Otherwise, the friends won't
write the problem solution. Okay? This contest offers n problems to the participant. For each problem, we know which friend is sure about the solution. Help the friends find the number of problems for which they will write a solution. Okay. The first input line contains a single integer n من واحد حتى الالف بين واحد الف بيتو. The number of problems in the contest. Then n lines contains three integer. Each integer is either 0 or 1. If the first number in the line equals 1, then Petya is sure about the problem's solution. Otherwise, he isn't sure. The second number shows Vasya's view on the solution. The third number shows Tanya's view. The numbers on the lines are separated by space. Print a single integer, the number of problems the friends will implement on the context, on the contest. Beh. Donc, كملنا reading time. نحاولوا نفهموا الفكرة مع بعضنا شنو هي بالضبط. Beh. Donc, فما ثلاثة أصحاب شاركوا في competition تاع programming كي presque نفس البرنسيب اللي نعمل فيه نحنا. و جينيرالمون معناها في لي كونتيست هذوما يعطيوهم برشا بروبليمات باش يحلوهم. باهي وصل الكونتيست قبل لونغ بيفور ذا ستارت اوف باهي دونك قبل ما تبدا الكونتيست فهموا على الاستراتيجي كيفاش باش يلعبوا البروبليم هذيا وما يبعثوا حتى سوليوشن الا ما يتاكدوا زوز من الناس متاكدين من السوليوشن ولا عندهم سوليوشن للبروبليم هذيك دونك وقتها باش يبعثوا. باهي دونك نحنا لهنا شنو لازمنا نطلعو؟ لازمنا نطلعو قداش من بروبليم باش يبعثو لها سوليسيون. باه I guess it's pretty simple to code. دونك yeah we're gonna do it after for the next section. باه دونك كالعادة توش خليكم في بوز صغيرة بالنسبة لشكون يحب يبوزي ويبدا يجرب يسولفي البروبليم وحدو سينو بعد نتبعو من بعضنا. باه دونك نبداو نكوديو سوليوشن مع بعضنا. باه كيما تشوفوا من بعدنا ديجا البروبلم اكسبتد دونك باش نتعداو للانلايز طيب. دونك كيما شفنا من بعدنا ديجا عملنا سبميت وكانت سكسسفول على الفيرست اتمت الانتنشن متاعي كانت اني نزرب في الفيديو باش نربحو الكودينغ تايم اما ديجا الكودينغ تايم واز سو فاست دوتيل سورت كملنا في سافيسا وبعثناها تسعة وكانت اكسبتد على الضربة الاولى باه دونك جوست باش نفسروا الفكرة شنيا بالضبط ديكلارينا 5 variables. variables هذوما الاولى تمثل النمبر اوف نمبر اوف بروبلمز اللي باش نخدموه اللي باش يخدموهم هم من بعد عندنا 3 integers اللي سميتهم لهنا a و b و c اللي هما باش يمثلوا بيتيا وفاسيا وتونيا الاتمت نتاعهم على البروبلم هذيك اسكو لقاو لها سوليسيون ولا معناها متاكدين من سوليسيون ولا باهي وعندي نمبر سام اللي هو جست باش نجمع فيه النمبر اوف الاتامبتس اللي بعثوهم صحاح واضح؟ باه
دونك لان عملت حاجه سيمبل على الاخر اشك فوا قاعد نقرا في قريت مره الاولى الساعه الان بعد عملت وايل ان مو مو معناها دونك ان مازلت فيها فالور باش يبقى يعمل اللي في وسط البوكل اللي في وسط البوكل شنو باش يقرا بيتيا وفانيا هيك بيتيا وفاسيا وتانيا الاتمت نتاعهم على البروبلم هيكي واذا كان السام نتاع 3 values اللي هما جينيرالمون باش يكونوا سوا 0 سوا 1 اذا كان السام نتاعهم اكثر من واحد معناها زوز عملوا اتمت في البروبلم هذوك هذيك وجابوا سوليسيون صحيحه دونك باش يبعثوا سوليسيون باش يبعثوا البروبلم هذيك باهي بيان سور قاعدين نخدموا بنفس البرانسيب اللي هي بالتيست دونك سوا باش يزيد واحد سوا باش يزيد صفر فينالمون بعثنا السم تاعنا دونك هذيك الفكره تاعنا ان شاء الله تكون واضحه ان شاء الله تكون معناها مفهومه وما فيهاش حتى مشاكل بيان سور ما نوصيكمش اذا كان فما حاجه مش واضحه ولا فما حاجه ما فهمتوهاش ولا عندكم انذر ايديا مثال الشير سينون نتعداو للاوترو باهي لان نكون وصلنا لاخر الفيديو دونك كملنا البروبليم معنا كي العاده الفيلينغ نتاع الداتا نتاع البروبليم هذيا باش نعملوها في الفيديو الجايه وفما حاجه اخرى يمكن نعملها من شهور باش نعملها ولا دونك وي غون سي هي جوست اذا كان خدمت البروبليم تاع بير اند بيج براذر جوست باش نعمل كومباريزون صغيره اذا كان فما ديفيرونس في الفكره اذا كان ما فماش في ديفيرونس في الفكره سو غون باس اون ذات باه سينو نشوفكم تو ذا نيكست فيديو ما نوصيكمش من غير ما نوصيكم على الفيدباك بليز كومنت بلو كان فما حاجه مش واضحه كان فما حاجه واضحه كان حاجه عجبتكم كان حاجه ما عجبتكم سينو سي يو تو ذا نيكست فيديو بيس. You say.